السلام عليكم. بعض ما يقضيه الله عز وجل حنا نشوفه مصيبة وهو رحمة وكرامة. خلكم معي. أنا توني طالع الآن من عزة في طفل عمره تقريبا 3 سنوات توفي غريقا في مسبح رحمه الله وجبر قلب والديه. طبعا أعزي أهلنا وأحبابنا وجيراننا من أيام الوالد رحمة الله عليه آل عصفور الشيخ محمد العصفور ولده سلطان توفي له هذا الطفل رحمة الله عليه. الكرامة والبشارة لوالدي الطفل أن الطفل هذا في جنات النعيم، ولذلك ما يقال الله يغفر له يجي تعزيهم في الطفل، تقول رحمه الله، ما تقول غفر، لأنه ما له ذنب الحمد لله، ليس عليه تكليف، هو في جنات النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الجنة قال رأيت رجلا طوالا طويل زين وحوله ما لا أحسن من الأطفال، فإذا هو إبراهيم عليه السلام تمام ومع أطفال المسلمين، فلا تحزن عليه، احزن على نفسك تمام. البشارة لوالدي الطفل المتوفى أنه جاء في حديث صحيح صحيح مسلم أن هؤلاء الأطفال دعاميص الجنة. بعض الناس أول مرة يسمعوا هذا الحديث، هو حديث صحيح في صحيح مسلم. الدعاميص جمع دعموس، الدعموس دويبة صغيرة تكون في الماء تجري وتتحرك في الماء ما تطلع عن الماء مثل السمكة زين. فشبه أطفال المسلمين في 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 وجودهم في الجنة مثل الدعاميص، لأنهم ما يخرجون عن الجنة مباشرة دايركت للجنة. ليس هذه البشارة. قال في نفس الحديث قال فإذا لقوا آباءهم أخذ أحدهم بثوب أبويه فلا ينتهي حتى يدخلهم الجنة. هذا شفيع، وذلك حنا شيبان يقول جعل شفعة خير من إيش من نفعة. وإن مشكلتنا إحنا ليش نحزن؟ لأن نرى الدنيا المقياس هذا الصغير، هذه الدنيا عندنا نراها كل الحياة. لا، الحياة ليست الدنيا فقط، الدنيا مرحلة صغيرة، والحياة الحقيقية وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى اختار هذا الطفل ليكون عنده في جناتنا. رحم الله الميت وجبر قلب والديه ورحم أمواتنا جميعا وجمعنا بأحبابنا في جنات النعيم.